السلام عليكم. لو بتشوفونا لأول مرة يلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم مننا كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم بمسابقة طبخ بيتسابق فيها اتنين من الشيفات، واحد فيهم بيستخدم الطرق الحديثة والتاني بيستخدم الطرق القديمة التقليدية، وبنتعرف على قصة كل واحد فيهم. الأول جاو اللي فتح مطعم صغير في حي شعبي في الصين، وأكله بيكون مميز جدا بس بيستخدم الطرق التقليدية. وبنعرف إن جاو عنده مشكلة من وهو صغير، وهي إنه بعد ما أمه ماتت أبوه ادال طباخ صاحبه علشان يعلمه الأكل على أصوله، لأن حلمه إن جاو يبقى طباخ مشهور وبيسيبه وبيمشي ومن ساعتها ما شافوش. لكن جاو بيكون متأثر باللي أبوه عمله معاه، وبتعدي السنين وبينجح أبوه في شغله وبيبقى رئيس الطباخين في الصين، وبينكر دايما في اللقاءات التلفزيونية اللي بيعملها إنه عنده ابن. وبنروح للشيف التاني واللي اسمه جون، اللي درس أصول الطبخ في دول أوروبا وكان معروف بطعمه وشكل أكله المميز، وللسبب ده كان بيعمل الأكل لرؤساء وملوك كتير من الدول. ومع كل النجاح ده كان حلمه إنه يرجع مدينته ويفتح مطعم كبير زي ما أبوه كان موصيه، وفعلا بيقرر يسيب كل الشهرة اللي وصل لها وبيرجع مدينته في الصين وبيجهز لافتتاح مطعمه الجديد. وفي يوم بيروح السوق وبيسأل بياع السمك عن نوع معين، فبيرد عليه البياع بانه ما عندوش، وفي نفس الوقت بيروح جاو لنفس البياع وبيطلب منه نفس نوع السمك، فبيطلعها له البياع. وجون بيستغرب وبيسال البياع ليه ما باعهالوش وهو اللي جاله الاول، وساعتها البياع بيقسمها نصين وبيدي كل واحد فيهم نص علشان ما يزعلوش. لكن جون وجاو بيبقوا غضبانين وكل واحد فيهم بيبص للتاني وهما مش طايقين بعض. وبعدها بيجي يوم الافتتاح الكبير لمطعم جون وبيجهزوه على الطراز الاوروبي، وبيكون على اعلى مستوى والموظفين بيهتموا بادق التفاصيل الصغيره، وبيبقى شكل المطعم فخم جدا لكن موقعه بيكون قدام مطعم جاو. والافتتاح الكبير بيخلي الناس تروح لمطعم جون علشان عايزين يجربوه، وساعتها يونج مرات جاو بتطلع مع اصحابها قدام مطعم جوزها علشان يعملوا دعايه زي جون، وبيشوفوهم اصدقاء جون وبيبتدوا يعملوا معاهم مشكله. وبيطلع سانج صاحب جون المقرب وبيقول لهم ان مفيش داعي للي بيعملوه لان مفيش مقارنه بين المطعمين، فبيتعصب واحد من اصحاب جاو وبيقول له انه جاو احسن شيف في المدينه كلها، وبيعرض عليه يعملوا مسابقه دلوقتي قدام الناس بين جاو وجون وهيثبتوا اكل مين فيهم احلى. وفي الوقت ده بيكون رئيس لجنة الطهاة وصل علشان يحضر افتتاح مطعم جون، وبيجهزوا ترابيزة عليها سمكة كبيرة وبيقسمها نصين، وبياخد نص منهم وبيخليه من الشوك بسرعة وكأنه حافظ مكان الشوك بالظبط، وبيحذفها الجو اللي بياخدها وبيقطعها وبيخليها من الجلد بكل مهارة، وكل فريق من الناس بيبقى متحيز للشيف اللي بيحبه. وساعتها رئيس لجنة الطهاة بيعجب بيهم هما الاتنين، وبيقول لهم علشان يحددوا مين فيهم الأفضل لازم يشاركوا في مسابقة تتعمل كمان شهر، وساعتها هيحددوا مين فيهم افضل من التاني، وبيوافق جون وجاو وهما بيبصوا لبعض بتحدي. ورئيس اللجنة بيخليهم يعملوا معاهدة سلام لحد ما المسابقة تنتهي، وبيسلموا على بعض وهما مش طايقين بعض. وبعدها بيظهر جون في برنامج تلفزيوني وبيتكلم عن الطرق الحديثة اللي اتعلمها في الطبخ، وانه مستغرب ان الشيفات في الصين بيستخدموا الطرق التقليدية والقديمة في طبخ اكلاتهم، وبيكون جو اصحابه بيتفرجوا عليه وجو بيحس ان الكلام ده موجه ليه هو، وان جون قاصد انه يتريق عليه، فبيتضايق. والمذيع بتعلن عن منافسة جون وجاو في المرحلة الاولى، ولازم واحد منهم يفوز علشان يوصل للمرحلة الاخيرة من المسابقة ويقابل رئيس الطهاة في الصين واللي بيكون ابو جاو. وفي الوقت ده نينا خطيبة جون بتروح تعزم جاو ويونج على العشاء في مطعمهم، ولما بتمشي يونج بتقنع جاو انهم يروحوا علشان يشوفوا ايه الاكلات اللي بيقدموها هناك، وفعلا بيروحوا يتعشوا وبينزل لهم وجبة عبارة عن بيض وجبنة ونبات صغير، بيدوق الاكل وبيبقى طعمه جميل جدا وشكل الطبق كمان جميل، بس جاو بيفكر في النبات اللي محطوط وبيفهم ان جون حاططها علشان يوصله انه مش قده، فبيدخله المطبخ وبيتعصب عليه وبيساله هو عزمهم علشان يتريق عليهم، فبيكلمه جون بكل هدوء وبيفهمه انه كان يقصد بالنبات ده ان الطرق القديمه اللي جاو بيعمل بيها الاكل مش هتخليه يكسب في المسابقه، وبيطلب منه يعمله تحدي ويطبخه نفس الطبق وهو هيثبت له، فبيوافق جاو وبيبتدي يطبخ قطعه من اللحم بكل مهاره بس بتاخد منه شويه وقت، وجون بيبقى بيبص عليه وبيتابعه، وبيجي دور جون وبيطبخ قطعه اللحم بطريقه حديثه وبيطلع نفس طبق جاو في وقت قياسي وبشكل افضل، وجاو بيشم ريحه اكله وبيفهم قصد جون وان الطرق الحديثه بتطلع نفس جوده الاكل وما بتاخدش وقت، لكن بيمشي وهو زعلان. وبعدها معلم جاو اللي رباه بيتصل بيه وبيقول له ان ابوه عايز يشوفه، فبيستغرب جاو لكن بيروح له، ولما بيقابله بيقول له هو ليه بيسال عليه دلوقتي بعد ما سابه وهو صغير وكمان ما قالش لحد انه عنده ابن، فبيفهمه أبوه إنه عمل كل ده علشان محدش يقول إنه كان بيساعده، وبيعرفه إنه كان عايزه ينجح ويوصل بمجهوده، لكن جاو ما بيصدقش ولا كلمة من اللي أبوه قالها، وبيقوله إنه مش محتاج ولا محتاج مساعدته وبيمشي وهو مقرر يكسب المسابقة. وبيجي اليوم اللي هتبتدي فيه المرحلة الأولى من المسابقة،
كل حاجة بتبقى متنظمة وجاهزة، وكل الأنظار بتبقى على جون وجاو لأنهم داخلين منافسة ثنائية مش زي بقية المتسابقين اللي بتبقى منافساتهم جماعية. واللجنة بتطلب من جون يعمل طبق حلويات وجاو يعمل طبق من الفراخ، وبتبتدي المسابقة وبنشوف ان جون بيشتغل بكل هدوء وبيخلص الطبق المطلوب منه في وقت قصير، بعكس جاو اللي بيبقى متوتر علشان الوقت وبيخلص طبقه على اخر لحظة. وبيقدموا اطباقهم للجنة اللي بتبقى معجبة بيهم هما الاتنين وبيدوهم 10/10. بس قبل ما يعلنوا تعادلهم بيقوم رئيس اللجنة وبيشكر في اكل جاو وانه مميز لكن اخد الوقت المحدد كله، على عكس جون اللي عمل اكل مميز في وقت قصير، وانهم انبهروا بالطرق الجديدة اللي استخدمها في طبخه. وبيعلن ان جون هو اللي فاز وبيحزن جاو وبيخرج من المكان وهو محبط، وبيروح يلعب العاب الفيديو اللي بيحبها وما بيبقاش عايز يشوف حد او يتكلم مع حد، لغاية ما بيروح له المعلم بتاعه وبيفهمه ان الحياة مكسب وخسارة والانسان عمره ما هيكسب على طول ولازم يقبل بالهزيمة ويتعلم منها ويحولها النجاح. فبيوعده جاو انه هيستعد للمرحلة الاخيرة وهيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يكسبها ويرفع راسه قدام العالم كنوع من الشكر لوقوفه جنبه دايما. وفي نفس الوقت جون بيبقى بيحتفل مع صاحبه سانج وممول المطعم بتاعه، وبيتفاجئ بيهم بيقولوله ان نينا هي اللي هتدخل المرحلة الاخيرة من المسابقة مكانه، فبيستغرب من كلامهم وبيقول لهم انها خطيبته وبيحبها لكن ما عندهاش موهبة الطبخ. وفي اللحظة دي بتدخل عليهم نينا بطبقين من الشوربة وبتقول لجون يعرفها اي طبق فيهم اللي فيه ملح اكتر، فبيتصدم جون من كلامها وبيفضل يبص للاطباق وهو مش مصدق اللي بيحصل. وبنعرف ان جون عنده مشكلة في التذوق علشان كده بيكتب مقادير وصفاته المميزة في اجندة، ونينا هي اللي كانت بتساعده وبتدوق اكلاته، وبيعرف انها كشفت سره قدامهم وبيتفاجئ كمان انها اخدت اجندة وصفاته، وما بيبقاش مصدق ان خطيبته وصاحبه باعوه وبيبص لهم وهو حزين، وبيسيب المطعم وبيمشي وبيقعد على الرصيف في الشارع وبيشرب وهو بيبص على اعلان مستر شيف، وبيشوفه جو هو معدي فبيستغرب وبيروح يسأله هو قاعد كده ليه وانه المفروض يكون بيحتفل بفوزه مع اصحابه، فبيرد عليه بانه فعلا فاز في المسابقة لكن خسر حاجات كتير واكتشف ان ملوش اصحاب بيحبوه. وبيبص لصورة ابو جو في الاعلان وبيقوله انه كان نفسه يبقى زي رئيس الطهاة في الصين لانه شخص مثالي وناجح، فبيبص له جو وبيبتسم وبيحكي له ان رئيس الطهاة يبقى ابوه وانه سابه هو صغير لشخص تاني يربيه علشان ما يبقاش مشكلة في حياته ونجاحه. وجون بيبص له وهو شاكك في كلامه لكن جو بيأكد له انه بيقول له الحقيقة، فبيحكي له جون هو كمان قصته وتعليمه بره واللي اتعلمه، وجو بيطلب من جون يبطل شربه وفعلا بيسمع كلامه وبيرموا الازايز على صورة ابو جو لانهم مش عايزين يبقوا زيه. ومن هنا بتبتدي بينهم علاقة صداقة، وبعدها بيروحوا مطعم جاو وبيجي لهم سانج والممول وبيعرضوا على جاو وابنهم يشتروا مطعمه علشان يضمنوا انه ما يدخلش المسابقة، فبيبص جون لجاو وبيعرف سانج ان جاو هو اللي هيساعده، فبيتصدم سانج من كلامه وبيتضايق، وساعتها جون بيطرده بره المكان، ومعلم جاو بيسأل جون هو متأكد انه عايز جاو معاه في المسابقة النهائية؟ فجون بيمسك كتف جاو وبيقوله انه مقتنع بجاو من اول مرة شافه فيها وانه افضل شخص ممكن يعتمد عليه. وبتعدي الايام وجون بيبتدي يعلم جاو طرق الطبخ الحديثة وبينقله كل خبراته وكل اللي اتعلمه، وفي الوقت ده جاو بيدربه على استعادة حاسة التذوق وبيساعدهم المعلم بتاعه لحد ما فعلا بيستعيد جون حاسة التذوق وبيفهم انه قابل الصاحب الحقيقي ليه وعلاقتهم بتقوى ببعض اكتر. وبيجي يوم المسابقة اللي بتبقى متقسمة لمرحلتين، وفي المرحلة الاولى بتبتدي المسابقة وجاو بيساعد جون وبيبان انهم ثنائي متفاهم لدرجة بتلفت نظر اللجنة، وبيحضروا طبق جميل جدا وفي وقت قياسي وبينبهر الحكام من طعم الاكل وبيعلنوا نتيجة فوز جون وجاو كشركاء مع بعض وبيفرحوا جدا بفوزهم، وبعدها بيقعدوا مع بعض في الشارع وجون بيرد على جاو يدخل المرحلة الاخيرة في المسابقة قدام ابوه، لكن جاو بيرفض وبيقوله ان هو الوحيد اللي يقدر يقف قدام ابوه يكسبه، فجون بيفهمه انه خلاص حقق حلم ابوه عمل مطعمه الخاص في المدينة ودلوقتي جه الدور عليه علشان يثبت لابوه انه من احسن الشيفات زي ما كان عايز. وفعلا بيروح جاو المسابقة وبيتنافس قدام ابوه اللي بيبتدي يجهز طبقه، وجاو بيبقى واقف في مكانه وسرحان في طفولته والمواقف اللي كان بيحتاج فيها لابوه، وبيتفاجئ بابوه بيقوله يشتغل علشان الوقت، وبيبتدي يجهز جاو طبقه وبيخلص الوقت وبيقدم رئيس الطهاة طبق جميل جدا وكأنه لوحة فنية وبيقدمه للجنة وبينبهروا بيه جدا. وبعدها جاو بيمسك طبقه ولكن ما بيروحش للجنة وبيروح لابوه وبيدهوله وبيبقى عبارة عن طبق مكرونة عادي، وبيستغرب ابوه بنشوف ان جاو عمل المكرونة مخصوص لانه هو صغير كان ابوه بيقوله انه فاشل في عمل المكرونة، وبيبدأ ابوه يدوق المكرونة ومن جمال ريحتها وطعمها بيفضل ياكل فيها وهو مش عارف يبطل اكل، وساعتها بيبص له جو بيمشي لكن ابوه بينده عليه وبيشكره وهو فخور بيه، وبيفرح جو انه اثبت لابوه انه مش فاشل وكل اللي موجودين بيعرفوا ان جو ابن رئيس الطهاة. وبعدها بنشوف جو وجون شغالين مع بعض وبيبقوا اشهر شيفات في الصين وبيجيلهم الناس من كل مكان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في التعليقات.
واكتبوا لنا كمان عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير علشان يوصل لكم مننا كل الفيديوهات الجديده.